تفاجع الفيلم اللي بارح 82,000 في 18 اليوم. كنقول شكرا للجمهور اللي انا ما حضرتش، كنت امنيتي اني نكون سورسان ونقول لكم وجه لوجهكم تنبغيكم وشكرا لكم، شكرا اللي حضنتوا عز داداس من نهار بدا، شكرا لاي تمال ضربتوا باش تمشيو للفيلم وانا عارف هذه المساله، شكرا للوالدين ديالكم اللي شفت في لاصال وليكم نتوما، وكنقول لكم كان موت عليكم. هو انا كان واحد الكلمه انا كنت قلتها وشويه انتشرت، ولا هي وحق الله الا خارجه من القلب. شي مره انا كنتغدى في مراكش ودخلت مره بغات تخلص علي الماكله يعني، وملي عرفت ان ديك المره خدامه مسكينه في سينما، يعني سينما في واحد البلايصه من النظافه، وقالت لي راه الحمد لله ملي كيكونوا افلام زويونين وكيجيبوا الجمهور راه حنا زعما حتى حنا كنستافدوا. عرفت باللي ملي كاين العزوف ديالكم على السينما او ما تتمشيوش ولا كتسد القاعه السينمائيه فين كيمشيو دوك الناس، فبيكم نتوما هذوك الناس كيشتغلوا هذيك مرض النظافه وداك الغارديان والمانين المحلات وهذا وكل شيء كيكون بخير. فهذاك شيء البيرات وهذا نتمنوا اننا نتحاربوا معنا حتى نتوما، لان اولا ما تتفرجوش في فيلم محترم ونقي بشكل ديال القاعه في القاعه السينمائيه، ماشي هي التلفازه. وامنيتي يعني الناس اللي ما عندهمش ديصال ان البلاد يفكروا انهم دولهم ديصال. الحمد لله ولا جمهور، راه ملي كنقولوا 72,000 في 18 يوم راه عندنا جمهور، وجمهور صادق بصح كيتفرج الافلام وتيشوف الافلام اللي كيبغي. فخلوا الناس يتفرجوا السينما. وباش كنت كنحشم ما كنتش كنلقى، حيت انا كنت كنمشي للكاستين كانوا كيجروا عليا بيني وبينكم كاع مرهم بغاوني، حما انا كندير شي تصاور في شي شكل، انا بعض المرات كتقالي مصور ورايا فاز وهذا في شكلي ما تيعطيكش انك تكون في التلفازه، يعني شكلي كيقول واقيلا هذا ما يقدرش يوصل لهاد الشخصيه وهذا. ولكن الحمد لله تقوا فينا مخرجين الحمد لله، وبدينا كنخدموا اعمال واخرى ما شويه، ولكن حنا غاديين ولكل مجتهد نصيب. مسرح بيني وبينك هو المتنفس بالنسبه لي، يمكن انا هذه واحد 7 سنين ما بقيتش درت مسرح، وانا درت وانا 19 عام وانا تندير مسرح، يعني كان عندي كل عام اعمال. يمكن ظروف التلفزيون، لان تقدر تعتذر في التلفازه انك ما تجيش، ولكن ما تقدرش تعتذر وتخلي ليكيب ديال صحابك كلها كتسناك. وانا راه بيني وبينك في الوسط الفني كنحاول ما امكن اني حياتي الشخصيه تنخليها بعيده، والحياه الفنيه هي اللي كتشوفوا فيها عز داداس. هو بيني وبينك عندي هاجر وامينه، هما قراب ليا نفس الضحك اللي كنضحك انا، حمي بقات بحالي، وعلاقتي معهم ماشي علاقه اب مع بناته قد ما هي علاقه صديق مع 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 مع, مع بناته. لا بالعكس، انا يمكن سكوتي انا انطباعي ما نعطيكش نكتي لا شتي فيا، يعني انا شويه ثقيل في يعني في معاملتي، ولكن ملي كنلقى الجو وكنلقى الناس اللي قراب ليا راه فين كنبغي نخلق معاهم واحد الساعه ديال الضحك. انا كنت كندير خدام في شركه ديال المثلجات وانا تندير المسرح، لان انا وانا تنقرا كنت كندير المسرح، يعني علاقتي بالمسرح عبرها محيدات رغم ان كانوا عندي ظروف الاشتغال وكنت كنديرو. ومن بعد يعني من التطورات والوقت تبدلات ودخلوا اون باك جداد ديال لي جون وهذا، وبداو كيختاروا لي زاكتور وهذا، اختاروني وانا بديت معاهم، ودابا انا تندير الفن فقط. في الاول حيت ما كاينش قبل كان الافلام يعني ما صعيب شويه انك تدخل للدومين، لان الا دخلتي للدومين على الاقل تكون عندك يعني تكون عندك احلام، الا دخلتي بلا احلام راه ما يمكنش تحقق والو. فكان عندي مشكل انا قبل ما نخرج من الخدمه ديالي كان عندي هذا المشكل، ولكن دابا العائله ديالي كلها كتفتخر بواحد الولد عندهم في الدار سميتو عز داداس. الله يرحمك الوالد، حلمي ان نكون بقيتي بعمرو ما شافني في التلفازه الله يرحمه. الام كنعتبرها من لي فان ديالي، يعني جميع الاعمال ديالي انا ديت لهم امي، ودخلتها مع الجمهور ودخلتها وسط الجمهور، انا عمري ما بركت امي لقدام ولا حطيتها في شي بلاصه بوحدها، لا كندخلها حدا الناس. وكاخر مره في الفيلم ديال الحنش وراه كاينين لي فيديو، تنقول لهم شكرا، لان بعض المرات كنبغي نكون بوحدي، كنبغي نسافر وهذا، كنتغرب عليكم بزاف، ولكن عارفين هادشي كله من اجل الخدمه. في الميريكان انتقلت قال لك من الطبقه المستيضه وليت لاباس عليا، فهمتي، من الميريكان شي في الميريكان. عز باقي هو باقي نفس الدرب ديالو، باقي نفس صحابي اللي كنمشي عندهم في السباته، باقي نفس الجو ديالي. انا ما نقدرش تخرجيني من ذاك الجو، انا ما نقدرش، لان تمثيل وحياتي العاديه بوحده، من الجو ديالي والناس والوجوه اللي تربيت معها انا ما تقدرش تحيديني منهم، لان ما غادي نضيع وما غنبقاش نعرف ندير والو.
شي حاجه تسيء للاسلام ما نقدرش نديرو. والسر انا خدمت مع مجدوني جوج ديال الافلام، هي من الممثلات الراقيات الرائعات اللي كنبغي وبقى كنهضروا انا ويا يوميا، ممثله اللي نشتاق نبقى نقدم معها ديما السينما، لان عندي واحد ملي كنكون وقف حداها كنجيني واحد الاحساس ديال اننا خدمنا بزاف المرات، وانا خدمنا غير جوج ديال الافلام ولكن اللي بيني وبينها قوى من جوج ديال الافلام، هو كنسمي اعوام ديال العلاقه، فكنوجه لها الشكر. ومجدولين عندها اشتغال معايا ان شاء الله قريبا، وتقول تبارك الله عليك مجدولين، وانا كنبغيك كممثله وكنقيده وكوحده اللي الوحيده اللي كتقول العز دادا سلا ما نديروش هادي عزيز، وكان كيعجبني الحال فكنقول لك شكرا. انا تنضحك لان كل فيلم كتلقاي عندي واحد سلوغون، واحد الكلمه كنقولها بحكم علاقتي مع لي جون ومع الشباب، وكنعرف مثلا بزاف ديال كنسميهم النويطات كيتقالوا انا عندي، لان نقول لك واحد ليفان عندي من 19 لعام 24 عند الناس اللي كبار، وتعجبني الحال ملي كنسمع كلامي كيتقال في المدارس وداك الضحك وهذا، دونك ملي كيقولوا كلامك فراهما كيتفكروك، وكنقول لهم شكرا. لا الحس الفكاهي كيقول كيديروا الجمهور، انا اتول اعمالي جديه، ملي لعب الدالاس وكنهضر على السينما راه حتى كنلعب جدي، ملي كندوي مع جيهان بحار في الفيلم ديال في بلاد العجائب فانا جدي، عمري انا ما تعودت لا كوميدي، انا واحد الراجل كنشخص ادوار تنخلق بحال الحياه سبحان الله بي، يعني احنا في الحياه راه ما تندوزوش نهار كامل ما كنضحكوش، كتكون واحد الطريف ضحكنا فيه عاودنا مع صحاباتنا نكيتا، جاتنا شي موقف اللي ضحكنا، وكاين المواقف اللي كنكونوا فيه جديين. واحد النهار وانا بالك كنضحك مع راسي في المرايه، تدخل عليا الوالد الله يرحمه قال لي عندك من ديك المرايه لا تصديك، ودابا كنقول الوالد ديال الله يرحمك يعني لو كنتي معايا، وهذا ماشي تمثيل هذه حقيقه، لو كنتي معايا يعني كنتي غتفرح ليا اكثر، وغتعرف ان ديك المرايه ما صطاتنيش مي هي قواتني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.